تمكنت مصالحنا بأمن دائرة القرارة أمن ولاية غردايا بحر هذا الأسبوع وبشكل من الاحترافية العالية التي تميز بها رجالنا من وضع حد لنشاط شبكه مختصه في تهريب والاتجار بالذخيره المنتميه للصنف الخامس تنشط عبر محاور ولايات الاغواط والجلفه وبعض المناطق الصحراويه التابعه لولايه غردايا العمليه أصفرت على إيقاف خمسة أشخاص على ظلع بالقضية وحجز ما قدره أربعة قنطار من الذخيرة تحتوي على حوالي أربعة آلاف خرطوشة عياري 12 و 16 مليمتر ذات منشأ أجنبي وحجز مركبتين ذات محرك استعملتا في نقل الذخيرة وعشرة هواتف نقاله